نسبة غير قليلة من السيدات في الأردن يتعرضن للعنف، ويكون هذا العنف في العادة من الأب أو الأخ أو الزوج. سنتعرف في هذا التقرير على كفاح هي السيدة التي تعرضت للعنف من زوجها ومن حماتها كما تدعي. هذا العنف الذي تعرضت له كفاح أدى إلى فقدان بصرها وفقدان واحدة من عينيها، بالإضافة طبعا إلى الآلام والتشوهات النفسية التي تعرضت لها كفاح، ولا تنسى هذه التشوهات طيلة حياتها. دعونا نتعرف على كفاح في هذا التقرير. تعرضت للعنف من قبل زوجي، طبعا لأسباب اللي كانت من ضمن الأسباب الرئيسية اللي هي حماتي، فكانت كتير كانت بتغار وبتحب ابنها كتير، فكمان هو كمان بيرد على أمه كتير، وكان ما عندهش إنه الشخصية اللي تقدر إنه أنا مش بمس رجولته، لكن بفعلا إنه مش الإنسان اللي كان يقدر يدافع و يكون كفو بمعنى الكلمة إنه رجل يدافع عن زوجته، لأني أنا كنت أحب إني أكون أنا أحس إن أنا زوجي، إني أنا ملكة في بيتي، لكن للأسف حسيت إن أنا مش ملكة، حسيت إن أنا مجرد إنه يعني زي قطعة أثاث أو خادمة في البيت، هذا مش أكتر، مع إني الحمد لله درست وتعلمت ودخلت دورات لغة إنجليزية وأخذت دورات خياطة وأخذت دورات كمان يعني في الكمبيوتر. من الأشياء اللي عملتها فيها حماتي أنه طلبت منها، وقتها ما كان عندي يعني ما فيها الأكل والشرب لأنه كان متأخر، فطلبت منها كاسة سكر، فحطت لي سكر مع زيت مكسر، فطبعا على أساس أنه أضيف فيه، فلما جيت أضيف فيه زوجي فحكى لي شو أنت مجنونة، شو هذا اللبس؟ قلت له هذا من أمك، فلما حكيت له أنه من أمك قال طب روحي كبيه، وطبعا ضربني. قلت له ليش الاسلوب هذا؟ طالما انك انت زعلت يعني من طريق انه السكر مع الزمك، طب هذا ممكن بيؤدي للموت، يعني لو بدي اروح فيه ابلغ عنها بيعتبر جريمه قتل. في موقف ثاني اللي هو كنت حامل وصلت للشهر الخامس، طبعا الحمد لله كنت مبسوطه وقتها وفرحانه، يعني فرحه لا تقدر بثمن، لكن هي بالنسبة لها لا تقدر، يعني إنه لازم إنه هذا الإشي الفرحة هي مش لازم تكتمل، ما بصير عيب. فتغيرت شوية، صارت تجيب لي برندا وجيب لي كبسة، قلت يمكن تغيرت حسب الضمير أو شيء زي هيك. فتفاجأت إنه عم يحطوا لي الكربتول في المرندا. الكربتول اللي هو مادة بتستعمل للإبيليبسي أو اللي بسموه الصرع الصغير. طبعا هي بتعمل تشوهات بالجنين اللي بتقتل الجنين. طبعا خلال فترة مش أقل من أسبوع، يعني تقريبا أسبوع تقريبا، تفاجأت إنه بطني كان تغير، يعني كأني مش حامل. فصرت قلت له بدي أروح على الدكتور أطمن حالي، شكل الوضع عندي تعبان، وأنا صرت أدوخ كتير، مش طبيعي، يعني كنت أتعب كتير وأحس إن أنا مش قادرة أوقف. فقعد يقول لي مش هلا، بعدين اتنارت انا وياه، قلت له بدي اروح عند اهلي، نزلني عند امه، ضرب لي 5 كفوف عشان يوديني عند اهلي. طبعا حكيت للدكتوره انه هذا جنين متوفي ومعفن وما في، لازم تعمل عمليه تنظيف. لما حملت بنتي فاتن، بنتي الثانيه حملت فيها، طبعا صارت بدها تعمل نفس الشيء، بدها تطلعني اشطف السطح، السطح مساحته 350 متر مربع، واشطف الدراج وانظف لها واحمل مي من الطابق الاول للطابق الثالث، فما كنت اقدر يعني اني اعمل شيء زي هيك. ف نارت المياه ضربني، طبعا احرقت تقريبا حوالي بيجي 8 اشهر عشان اظني محتفظه بالجنين، شوفي لوين. بعد 8 اشهر طبعا اجيت في الشهر، فوت بالشهر التاسع صابني ألم وفوت على البشير، عملت طبعا كان دمي 7، ما كان، لأنه قال لي دكتور ليش دمك 7؟ ما في أكل ما في شرب، طبيعي بده يكون دمي 7.
حطوا لي، اخذنا ايمن في المستشفى، حطوا لي تقريبا حوالي بحتتين دم، وولدت بنتي وطلعت من المستشفى ووصلني والدي على البيت، عبيت زوجي طبعا. ما يعني ما انكر لك انه يمكن ابتسم شوي ويمكن كان فرحان شوي، بس هي خلينا نقول قتلت الفرحه هاي. فصارت كل شوي بدها تاخذ البنت، يعني تيجي الصبح تاخذها تخليها عندها للمساء. طب انا بنتي بدي اخذها عندي، طب بدي العب بنتي، احضن بنتي، اشوف شو بدها. مرت اوقات الايام يعني، ومن ضمن كمان في المواقف الثانيه طلب مني اعمل اكل، ما في انا اكل، مع الاخذ بعين الاعتبار انه هو لما بياكل ما بيحكي لي. هو طبعا في الغداء كان خاصه كل جمعه ينزل عندنا، طبعا تكون طبخه الكبسه المقلوبه، الاوزي، الاكل، يعني الاشي اللي اقول لك بجوز بكفي يعني عشيره بحالها اكل. يوكل طيش مع بعدين يطلع ياكل لقمتين معي. طبعا الاكل اللي عندي مش هالاكل، يعني ليك بندوره، فلافل، بندوره، بقول لك حياه كانت تعي تعي. مع اصحابه تحت اثنين، في له اصحاب اثنين طبعا بتعرف، شوف الطابق الثاني او الثالث لما يجي يحكي لهم مثلا، ولما بده يروح ايش بده يساوي مثلا. يعني كمثال عدم المؤاخذه مثلا بده ينام مع مرته مثلا، يحكيها باسلوب خلينا نقول الشباب، هذا الصوت يوصل لعندي. طب انا كيف انا بدي احكي معك او اني اتعامل معك بهذا الاسلوب؟ طب انت بتحكي لاصحابك، يعني بدك ما ناقص كمان شوي تقول لهم شو بصير بينك وبين زوجك بالتفصيل ممل. وغير هيك جاب اصحابه، اربع اصحاب، وحضر افلام عندهم في البيت، عندي في البيت وانا موجوده في البيت. يعني تخيلي، يعني بحط افلام في البيت وبسمع هو اياه وبتفرج وياهم وانا موجوده في البيت. طب هذا منطق مش منطق؟ هلا اخر شيء صار، كان طالع برضه على حفله، اللي حفله هاني شاكر، اتاخر تقريبا للساعه 2 بالليل. طبعا كانت البنت سخنانه وتعبانه كثير، يعني وضعها كان ما رجع، ما جاب لنا دواء ولا شيء. ف اجى تقريبا الساعه 2 بالليل وكنت انا نفسي سخنانه برضه، مريضه كنت، بتعرف قله اكل وقله تغذيه، والحياه كمان مش هالحياه اللي يعني تقول انها الواحد يحكي انه مثلا هالسعاده اللي انا فيها. بالعكس انا حسيت انه خيوط السعاده عم تتقطع خلص، يعني ما في مجال. فاذا صرت قلت ليش لهلا؟ طيب بلا اكل، طب فيش اكل وما في مصروف، طب هذه مش حياه. طب انت رحت دفعت 35 دينار لحفله هاني شاكر، طب انا كمان تترك لي الساعه 2 بالليل هيك؟ مش عاجبك روحي، انت وين اروح الساعه 2 بالليل؟ شو اللي بتحكي انت؟ هذا حكي ما بصير، انت اللي بتحكي هذا مش لا بتقبله لا الله ولا الناس ولا العبد بتقبله. خلص اسكتي ما اسكتي، اخرسي ما بخرس، ابوكي مش ابوكي. قلت له ما تسبش على اهلي وما تسبش على ابوي، ما تسبش على امي. فقلت له ما تسبش على ابوي، لا بدي اسب ابوكي. شو ابوكي؟ قلت له ابوي احسن من ابوك بضل. كيف ما كان ابوي بيطول علي بيسال عني، ابوك عمره طال علي بيسال عني ابوك؟ ما بيسال عني. قال لك ابوك وابوك، حكي كلمه وسخه عن ابوي. ما تحملت، ما قدرت اتحمل، يعني طفح الكيل معي زي الكاس لما تعبيها تطفح. خلص غلطت علي. لما غلطت علي كان ماسك سنك، لابس الزنوبة فيها سلك، سلك طبعا زي تبعون الغسيل مش سلك رفيع، عرفت؟ وشمطني فيه، كنت واقف عند الباب شمطني فيه. لما شمطني فيه طبعا هاي كليتها نزلت هيك من هون، فتحت من هون وصار الدم ينزل، تعبيت دم. وطبعا خبطني كمان هون، بس هاي كانت اكثر من هاي. ف واقف في صفان وانا اسف وان شاء الله تنكسر ايدي. قلت له ان شاء الله مش تنكسر ايدك، تنكسر ايدك التنتين. وقعت على الارض ودخت، ما قدرت يعني مش قادره اوقف، صرت خلص ضل ما تديني قدامي. يعني شوفي كف مش قليل، يعني ضربه في الزنوبه وكف، ضربه وكف، دخل مش قادره هيك ومسكني هيك، مسكني كمان هيك وخبط راسي بالحيط، وقعت هيك مش قادره. طبعا صار يستنجد، قلت له بدي اروح عند اهلي، بدي اروح عند اهلي. مرق ساعتين وهو عم يعني بمشي بالوقت، بدوش يخليني اطلع وانا مش قادر، يعني صار يرش علي مي. فبالنهايه طبعا رحت انا على مستشفى، كان مستشفى الجامعه،
ما رد ياخذني على البشير، خاف البشير يجيبوا لي الشرطه. اخذني على مستشفى الجامعه، طبعا بطريقه او باخرى اهلي عرفوا. لما عرفوا اهلي زعلوا منه كثير، وكانت عيني كثير وارمه وزرقاء. والدي صار يحكي لي يعني شو بدك يا ابا، ايش بدك اياه؟ قلت له يعني ما فيش امل للحياه، يعني بالنسبه لي اذا بدي يعني خلص، يعني انا مستعد اموت حالي، ادب حالي تحت سياره، ما بدي يعني انا بدي اجيب قطع غيار. راحت عيني خلص، راحت. تقريبا حوالي لحد الان 11 وهي 12 عمليه، قررت ان اطلق خلص لانه ما فيش امل منه خلص، يعني ما في امل. يعني او يعني ضربني اول مره وثاني مره وثالثه ورابعه وخامس مره وسادس مره وسابع مره، اذا ما في امل يعني الواحد خلص انه مجرد يعني المفروض من اول، يعني الزلمه بيضرب اول مره بتعلم خلص، يا بتوب يا ما بيستمر. استمراره معناه انه ايش؟ انه التمادي بالخطا، عارف انه هذا الشيء خطا ومع ذلك بتجاهله، بيعمل هذا الشيء وبيكتفي انه انا اسف او انا بعتذر. وشو هالاعتذار بالنسبه لمراه؟ هل انه يعني بتعود على الدمار اللي صار فيها او العذاب اللي تعرضته او الالم او الى اخره؟ يعني خلص كان صعب انه استمر، خسرت عيني وراحت عيني. اجى الموعد الجلسة وحضر هو. سألني القاضي أول سؤال، قال لي طبعا استغرب القاضي لأنه كان في ردود على وجهي وتعبانة وكنت ضعيفة جدا، يعني لسه أحسن هلا، حاليا أحسن. كان وزني 35 كيلو تقريبا. فسألني بدك إياه، أنا من عصبيتي ومش طايقة أشوفه، و زي فيلم السينا عم بتزور، يعني عم بتدور الصور والاعمال تبعته في ذاكرتي. فعلت قلت له ما بدي اياه بصوت عالي، قلت له ما بدي اياه. طبعا انا طبعا في كان تقرير طبي وفي كان طبعا شهود حضرتهم للمحكمه، طبعا خلال طبعا جلسات طبعا يتحاكم انحبس لفتره ما بذكر الفتره الزمنيه تقريبا، بس انه تكفلوا اهله، جابوا واسطه وتكفلوا. كنت شاهدة على بعض المواقف بينها وبين طليقها، كان زوجها كان يعرضها لبعض الأذى من ضرب، إهانة، مسبات، معاملة إلها ومنه ومن أهله، يعني مش هي بس، يعني هي تأخذ الإهانة إلها ولبنتها ولأهلها، وهم مستبدين متسلطين عليها، يعني مارسوا عليها كل أنواع العنف. هي حرام بلشت يعني انها تحب تتمنى انها تبني بيتها زيها زي اي بنت، وكانت متمنيه انه يكون لها اسره سعيده، بنت اولاد، بس بدايتها من الاول الزواج كانت من اول الاشهر في شيء مش طبيعي. ايش العنف اللي كنت تشوفيه على كفاح؟ يعني اول ما بلشت اتعرف عليها عينها وارمه، بقول لها من ايش؟ سكتت اول اشي، بعدين لما بيننا صحبه صارت تقول لي انه ايش، انه والله مد ايده علي، ضربني، اصابني، تورجيني بعض من ايديها، بعض من الاصابات. كانت يعني كمان حمات عليها، يعني مش هو بس اللي يضرب، والحمات تعرضها لبعض الاهانات، يعني تخليها بتاكل تسمعها كلمه، تخليها بتشرب تسمعها كلمه. طب انت شفتي عين كفاح لما هي انضربت؟ هي كانت لفاها قبل، يعني اول ما عرفتها كانت لفاها، بعدين صارت تقول لي عندي مشكله صارت بالشبكيه من الضربه ولا مش عارف وين، يعني اذت البصر عندها، اذت الاشي اللي بيقولوه هو نور الحياه. ايش كنتي تنصحيها لكفاح لما كان يضربها؟ كنت انصحها بنقطه التوقف، يعني ممكن انه تشوف حدا من اهلها يوقفوا عند حده، انه مثلا ابوها، اخوها، حدا انه ايش يوجهه انه ما بينفع هيك، يعني كل انسان لها وراها ظهر، يعني ابوها ممكن انه يدافع عنها شوي، اخوها نفس القصه، بس هي كانت تشوفهم
يعني جمع على باب الله ووضعهم مش مساعد يعني بهذيك الجرأة وهذيك الوضع انه يواجهوا زوج، بقولوا لها خلص عيشي وخلص. انت كنت عم تشجعيها انه هي تنفصل عن زوجها وانها تتطلق؟ اولها لا، اولها يعني الا يعني 99% من اللي حوالينا بنضربوا. بتعرفي كثير نساء بنضربوا كجسديا؟ كثير حواليك نساء بنضربوا؟ يعني النسبه الاغلب بنضربوا بنهانوا وبضلهم ساكتين. ما بيروحوا بيشكوا. يعني نفس وضع الاهل، يعني ابوها بيقول لها اصبري، اما بتقول لها تحملي، احنا ياما تحملنا، لانه الام بتكون ممكن معرضه انها كانت تتعرض للعنف وصبرت والزوج بطل يمد ايده عليها بعد فتره من العمر. من خلال طبعا الواسطه، طبعا انا القاضي طبعا ناقشني القاضي قال لي يعني انت بدك تشتكي عليه؟ قلت له بدي اشتكي عليه. لو بيحكي لي طب بقولي القاضي شو اللي سوا فيكي بالضبط؟ قلت له ايش اللي عملوا فيه بالضبط بالتفصيل وكيف ضربني. فالقاضي بحكى له فرعون مات واكلوا الدود. طب انت هذا اللي بتسوي فيه مش حرام؟ مش حرام؟ قال له بتتنمرد. قال له كيف تتنمرد؟ حتى لو بتتنمرد بتوصل لدرجة انه انت تأذيها وتعملها هيك تضربها عينها وتعملها نزيف بعينها؟ أذيتها؟ يعني لو اختك بترضى؟ قال له اختي غير، أختي غير. القاضي طبعا صار، كان طبعا جاب محامي معه، صار في مناقشة ما بين المحامي وبين القاضي، تحاكم طبعا. ما بعد فترة تكفلوا، مشت الإجراءات وكانت في بسموه نفقة لفترة تقريبا ما يعادل سنتين وشوي، تقريبا 3 سنوات. كانت بالنهاية إنه حق يعني حملوا تقريبا نسبة خطأ 80%، وعطوني تقريبا برضو كتاب من المحكمة اللي هي ورقة الطلاق. أنا انبسطت كتير لورقة الطلاق، كنت فرحانة لها كتير، وحكم لي تقريبا جزء من المهر اللي هو اللي كان متفق عليه ما بين طبعا ما بين أهلي وما بين أهله، اللي هو تقريبا 775 دينار. أنا 775 دينار لو إنه 10,000 دينار لا يضاهي اللي أنا خسرته اللي هو عيني. أصعب إشي اللي خسرته عيني. ما بيعود عنه كل مال الدنيا كلها هيتها. لكن كنت سعيدة بالطلاق، احتفظت في بنتي وظلت بنتي معي. طبعا بعد ذيك واجهت صعوبات، صرت أدور على شغل، من شغل لشغل من شغل لشغل. ولما لقيت شغل تقريبا قريب من كان من بيتنا، كنت ساكنة في منطقة تقريبا الأشرفية، كان الوضع شوي صعب علي. كنت أخذ 50 دينار وأحط بنتي في حضانة وأساعدها شوي يعني قبل ما يعني زي براعم يعني تقعد فيها يعني تتسلى شوي قبل ما أخلص الشغل وأروح أجيبها. مرت كمان مر الوقت ومرت الأيام، عانيت كتير بحياتي، صرت مش عارف شو بدي أشتغل. طبعا كتر الضيق اللي فيي بعت، صرت أبيع، قدمت للتنمية الاجتماعية قبل ما أبيع. التنمية الاجتماعية كانت في البداية تعطيني 36 دينار، 36 دينار ما كان بيعملوا إشي. طبعا صرت أحاول أساعد حالي من خلال شغل تاني، ومن خلال الشغل طبعا أتعالج كمان وأروح مراجعة للمستشفيات. قطعت إعفاء في البداية، الإعفاء ساعدني كتير وكنت أتعالج عليه، وعملت كمان عدة عمليات، عملت زراعة عدسة وعملت ليزر عدة مرات، وعملت تبريد وتثليج على عدة أجهزة كمان. دقت في الدنيا كتير، صرت أبيع كعك وبيض وفلافل. صح استصعبت شوية، لكن قدرت من خلال بيع الكعك والبيض والفلافل، فصرت أشتغل بالأشغال اليدوية. طبعا من ضمن الأشغال اليدوية طبعا أجيب قطع صغيرة وأجيب قماش وأسقص القماش وأعمل منه أساور، أعمل منه عقودة، أعمل منه طبعا في كمان استراس، بجيب الاستراس. فصرت أعمل هدايا. طبعا كان صعب شوي في البداية، بس الحمد لله يعني في كتير ناس وقفوا،
وقفوا معي، بس أنه صرت يعني شويها أطلع مصروف البيت شوي، لأنه 60 دينار ما بيعملوا إشي، يعني لا بكفوا أجر بيت ولا مي ولا كهرباء ولا مصروف بنات ولا مصروف ولا أكل حتى بالبيت، ما بيعملوا إشي. تعرفت على كفاح قبل شهرين، اجتني على العيادة وكان الاشي الملفت للانتباه انها هي كانت متوجعة كتير. لما طلبنا ملفها وراجعناها اكتشفنا انه إلها تاريخ مع مستشفى الجامعة. اول مرة شفناها كان وهي عمرها تقريبا 20 سنة، يعني من 20 سنة من هلأ. بهذاك الوقت كان جاي لعنا عشان نزرع لها عدسات، وكان بهذاك الوقت اوريدي هي عاملة عمليات لإزالة السد لما كان عمرها 18 سنة. انزرع لها عدسات بهذاك الوقت وكانت أمورها منيحة. بال 1990 غابت كفاح، ما عدنا شفناها، اختفت ورجعت لنا قبل شهرين. لما اجتنا كان بصورة مختلفة تماما عن لما كانت فيها بال 1990. اجتنا اولا بانخفاض شديد بالنظر بالعين اليسار، لما فحصناها كانت يعني بصعوبة بتميز الضوء، إنه الدنيا فيها ضوء أو الدنيا عتمة. إحنا بنعرف إنه كفاح هي تعرضت للعنف، يعني هي انضربت بعينها، فهذا واضح من خلال أنت فحصك لها إنه عينها متعرضة لعنف أو متعرضة لضرب أو غيره. هلأ كفاح أجريت لها عدة عمليات بعينيها، بلا شك الإصابات على العين ممكن تؤدي لارتفاع مزمن بضغط العين. هل هي السبب بأنه ضغط عينها مرتفع أو لا؟ ما حدا بيقدر يثبت هذا الكلام unfortunately، لكن ما في إشي بمنع أنه يكون هذا السبب. هلأ على ألف العين اليمنى العدسة المزروعة لإلها متزحزحة من مكانها، ممكن يكون هذا له علاقة. العين اليسرى في واضح علامات أنه العين مش مرتاحة، العين مش طبيعية، فيها عدة عمليات جراحية. إيش الحل هلأ؟ يعني شو العلاج المناسب لكفاح؟ إحنا مع كفاح بعد ما غيرنا علاجاتها وما جاوبت معنا، عملنا لها نوع من أنواع الليزر بتساوى كملجأ أخير للناس اللي ضغطهم مرتفع وللأسف ما عندهم قوة إبصار عالية في هاي العين. تأملنا إحنا إنها تستجيب لهذا العلاج، ولكنها بعد شهر من العلاج للأسف ضل ضغطها عالي وما زالت بتعاني من هذا الوجع. خياراتها لكفاح محدود للأسف. الخيار الأول إن إحنا نرجع نعيد هذا الليزر، وللأسف هذا فيه معه مخاطرة إنه ينزل ضغط العين زيادة عن اللزوم وتضمر العين وما يعود شكلها جماليا مقبول. الخيار الثاني الموجود عندها هو إن إحنا نحقن كحول في محجر العين. بضل الخيار الثالث اللي أنا حكيت فيه مع كفاح، وهو يمكن أصعب الخيارات على أي شخص إنه هو يأخذ هذا القرار، لكن هو من الحلول اللي ممكن تحل مشكلتها، وهي عملية تفريغ العين، بمعنى إن إحنا نزيل محتويات العين، نفضيها ونزرع بداخلها كرة اصطناعية بلاستيكية، ولما شوي شوي جرح العملية يلئم إحنا ممكن إن نزرع عدسة صناعية على سطح العين، بحيث إنه تجميليا يكون شكلها مقبول. صعب كتير إن إحنا نفرقها عن العين الطبيعية إلا إذا إحنا قربنا عليها أو كنا بنعرف كفاح عن قرب. لكن الإشي المرتبط بهذا الموضوع والإشي العامل النفسي مش إشي كتير سهل إن واحد يتخذ هذا القرار، إنه هو واللي هو راح تبطل تشوف طبعاً تماماً بالعين، حتى يعني أبداً إحنا عم نستبدل العين بعين صناعية، وللأسف لسه ما طورنا تكنولوجيا إن إحنا نقدر نشوف العين الصناعية، فهذا راح يكون حل تجميلي نفس الوقت راح يحل مشكلة الألم اللي عندها. قديش حتكلف هاي العملية؟ بيعتمد على قديش إحنا بدنا تكون هاي العدسة ملائمة لعينها. ممكن يتراوح هذا الإشي ما بين 400 إلى 2000 دينار، بيعتمد على نوع العدسة اللي رح نحتاج نحطها، على قديش بدنا إياها تكون متوافقة مع العين الثانية، هل ممكن يكون فيها القابلية إنها تتحرك مع العين الثانية، وهذا برضو كمان إشي جمالي. بالإضافة للصيانة المستمرة لإلها، يعني هاي برضو بدها تنظيف، بدها متابعة، ممكن تلتهب، ممكن تنكسر إلى آخره، وهذا برضو رح يضيف للتكاليف تبعت كفاح. كل إنسان في الدنيا بيحلم وبحاول يحقق الحلم، فإذا حقق الحلم بيكون إشي عظيم بالنسبة له، لكن إذا ما قدر يحققه بضل إنه عنده يعني بكفي إنه شرف المحاولة، يعني حاول، عرفتي كيف؟ فأنا حلمي إنه أنا
أخلي بنتي تكمل تعليمها، أدرسها بمدرسة خاصة، وحلمي كمان تاني إنه أنا مشروعي يكبر، أعمل محلي كسمبل ويكبر شوي شوي. ما في إنسان بيطلع السلم مرة واحدة. هذا الزوج لم يطفئ فقط بريق الحلم الذي كان يراود شريكة حياته، بل إنه أطفأ نور عينيها ليخيم سواد ظلمة المكان والأحلام عليها، ليكون السؤال: هل نستطيع إعادة النور لكفاح ولمثيلاتها؟